لاجل شيخ المرجله سكت عذبات الجزال والقوى في سكتها للسنافي الفطين. يا حمد مبروك تعداد حبات الرمال يا سليل الجود والفخر يا درب اليمين. لاجل شيخ المرجله سكت عذبات الجزال والقوى في سكتها للسنافي الفطين. يا حمد مبروك يا الشهادة جبتها بالعزيمة والفعال الرادة والصبر نلت مجهود السنين بالتعب والجهد قد نلت حلمك والمنال والله انك رافع راس اهلك يا بطيء فيك نفخر يا فخر يا ودرق الاطوال انك الغالي فعلك وشيخ الطيب. يا ولد شيخ الفعول أبوك الشهم يوسف سليل العالمين وأمك اللي صيتها ينضرب فيها المثال أم خالي تفتخر فيك يا أغلى البنين فيه وأخوانك نشامى وطالق الرجال الشدايد والرخا دوم لك ذخر وعوي ذاك أخوك الشهم خالد من قرم الرجال يفتخر بك وتباهى على أخر وسليه والسنافي متعب اللي فعوله فوق عال المواقف والصعايب على شدة يعين والخوات الحسن والحسن كله والجمال والصفات اليوسفي بحلاه يفرقه والختم جعل الفرح والسعادة خير فال. يا حمد جعل التوافق لك في كل حين لاجل شيخ المرجلة سكت عذبات الجزال والقوة في سكتها للسنافي الفطيح. يا حمد مبروك تعداد حبات الرمال يا سليل الجود والفخر يا درب اليمين الشهادة جبتها بالعزيمة والفعال الرادة والصبر نلت مجهود السنين بالتعب والجهد قد نلت حلمك والمنال والله انك رافع راس اهلك يا بطيح فيك نفخر يا فخر لا ودرق أبوك الشهم يوسف سليل العالمين وأمك اللي صيتها ينضرب فيها المثال أم خالي تفتخر فيك يا أغلى البنين فيه وأخوانك نشامى وطالق الرجال الشدايد والرخا دوم لك ذخر وعوي ذاك أخوك الشهم خالد من قرم الرجال يفتخر بك وتباهى على أخر وسليه والسنافي متعب اللي فعوله والصفات اليوسفي بحلاه يفرقه والختم جعل الفرح والسعادة خير فال. يا حمد جعل توافق لك في كل حين. للطلب أو الاستفسار يرجى التواصل على جوال 05 02 40 7008.